مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكو وحلقة جديدة وموسم جديد من برنامج سكرين شوت. يسعدني طبعا إن احنا نعمل موسم جديد ونعود مرة تانية باسم البرنامج اللي حاز دايما على إعجابكو، ونتمنى إن الموسم ده تكون فيه بعض الموضوعات اللي تهمكو واللي تستفادوا منها بصفة عامة. بس قبل ما ابدا برنامجي طبعا في واجب عزاء للفنان الجميل الراحل عنا صاحب الكوميديا الجميله والضحكه اللي كانت في كل بيت، هو طبعا الفنان سمير غانم. بنوجه واجب العزاء للاسره وبنتمنى ربنا يولد في قلوبهم الصبر والسلوان. كما برضو اوجه واجب عزاء اخر للدكتور أحمد بهجت، طبعا الغني عن التعريف، صاحب يعني اللي هو الرجل العصامي اللي بنى نفسه بنفسه، صاحب المصانع والفكر العلمي، واللي كان دايما بيناشد بالالتزام بالأموال وإن المال دوت يعني ليه الأحقية للفقراء والمجتمع والعلم. فاحنا فقدناه بالفعل زي ما فقدنا سمير غانم، وطبعا بنقول يعني البقاء لله ليهم وربنا يرحمهم ويجعلن وربنا يولد في قلوبهم الصبر والسلوان. نرجع بقى لبرنامجنا تاني من جديد، و زي ما تعودنا طبعا ان احنا دايما بيكون لنا برامج متعدده وضيوف جميله. طبعا في المواسم اللي فاتت كان معانا دايما ضيف جميل وضيف دايما بنحب ان احنا نختلف معاه كتير قوي، لكن في الاخر طبعا بنبقوا اصحاب واصدقاء واخوات. يعني معانا شخصيه جميله اللي هي ذي قيمه وقامه في المجتمع ولها الراي المسموع، معانا سياده المستشار ايمن محفوظ. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ايمن. اهلا بيك المستشار. يا استاذ زين، نورتنا. ده بنورك، انا سعيد ان انا رجعت تاني للسكرين شوت وبهنيك على المواسم والله السابقه، حققت نجاح كبير وبشكرك وان شاء الله يستمر النجاح بوجودكم جنبنا، وبفضل طبعا وجودك معانا منور دايما البرنامج. نورك يا فندم. طبعا استاذ ايمن معلش اسمح لي، النهارده هيكون في بعض المناقشات اللي هتكون فيها مشاده شويه، نتحملوها بقى مع بعض. مستعد، وانا دايما متعود منك على كده. متعود مني على كده. دايما في موضوعاتك المتعدده ان انت دايما بيكون ضد المراه، يعني دايما ضد المراه. في طبعا حاجات قبل كده حلقات كتيره كانت معانا وكنا بنتكلم عن ضرب المراه، وحضرتك كنت بتناشد ان الزوج عادي لو يضربه وغيرها من الموضوعات الاخرى مش هنتناشد فيها يعني. لكن المره دي في موضوع مهم جدا وحضرتك كنت بتأيد المرأة أو مع المرأة. قبل ما أقول الموضوع مع مين وواخد الشكل مين، هل أنت تأييدك للمرأة من يعني ناتج من دخلك، ولا ده شو حابب أنت تعمله عشان تغير من نطاق أيمن محفوظ؟ مش لما نعرض الموضوع اللي أنا دفعت فيه عن المرأة. أيوة، ما أنا هعرض المرأة بس بتكلم بصفة عامة، يعني أنت دلوقتي أيدت المرأة، مش شرط بقى الموضوع، أنا بتكلم بصفة عامة، الموضوع نفسه هتكلم فيه، بس أنت أيدت المرأة، ده ناتج إيه؟ تغيير كلي، تغيير داخل حضرتك، ولا عشان الموضوع ده أدى إن أنت لازم تبقى مع المرأة اللي هتكلم فيه؟ أما نعرض الموضوع، الجماهير أو المشاهدين مش عارفة إحنا بنتكلم عن أنا عايزة يعني أنا بشوق المشاهدين عشان يعرفوا إيه هو الموضوع. طيب نعرف الموضوع، نعرف الموضوع وبعدين نتكلم. طبعا حضرتك قمت يعني بمشكلة وعملت مشكلة كبيرة مع الأستاذ أو صاحب الدعاية الإسلامي عبد الله رشدي الخاص بموضوع المرأة وإن إقامة علاقة حميمة بين الزوج والزوجة. طبعا هو طبعا بيناشد إن الزوج ممكن يقوم مع زوجته بعلاقة حتى لو هي رفضت تقومها بالعنف. فحضرتك طبعا أنت رفضت الموضوع دوت ودخلت في مشاكل عديدة وكنت بتأيد المرأة في الحتة دي. طبعا أنا كنت أتمنى إن هو يكون متواجد معانا، إحنا طبعا اتصلنا بيه اتصالات كتيرة جدا عديدة وطلبنا ان احنا نعمل مداخلات، فطبعا هو ما استجابش للموضوع. احب بقى حضرتك تعرض لي الموضوع كده من وجهه نظرك، ولكن قبل ما تعرض الموضوع انا عايزه حابه ان انا اقول في فيديو تحب نشوفوه ومن خلاله حضرتك بقى تتكلم وتتناقش معانا في الموضوع كله. تمام يا فندم، ماشي، نشوفه مع بعض. نشوف الفيديو. مش هينفع الكوكتيل ده، يعني انت مسلمه ومستمسكه بدينك يبقى حرام عليك ان انت تمنعي نفسك عن زوجك بدون عذر.
يا انت مش عاجبك الكلام ده ومش عاجبك النظام الاسلامي، الله يكرمك دوري عليه على اي نموذج تاني يعجبك، بس ما تجيش تشوهي الاسلام وتفرضي علينا كلام غلط. وعايز الشيخ عبد الله لما يطلع يتكلم او اي شيخ يطلع يتكلم يقول لا يا جماعه في حاجه اسمها اغتصاب زوجي، مفيش الكلام ده، ده اكذوبه. وهنفضل طول عمرنا نعلم الشباب والرجال ان الكلام ده غلط، اوعى تصدقوه، اوعى تقبل الفكره دي، اوعى تتجوز واحده بتقول لك الكلام ده، اوعى تقرب من واحده تقول لك اغتصاب زوجي، سيبها عند ابوها، تلاقي لها حد ينفع لها بالمنظر ده. لكن انت كراجل ما تقبلش ده على نفسك ولا على رجولتك ابدا، وخليك مستمسك بالعادات اللي احنا ماشيين عليها والتقاليد بتاعتنا والدين بتاعنا. الناس بقى اللي هتقول لك ده ممكن يعمل لها مش عارف نزيف وايه وايه وايه، الكلام ده لما يكون واحد غريب عنها بيغتصبها، لكن لما يكون زوجك وزنايم جنبك وفي بينكم علاقه على طول، ما بيوصلش بين الزوج والزوجه الموضوع للفكره الغريبه اللي انتوا بتصوروه. مش موافقه على كده ما تتجوزيش، لكن ما تجيش تجبري زوجك ان هو يوافق على حاجه هي مش صح هي غلط، انت اللي غلط، هو ده كده دينه بيقول كده ونموذج الزواج عندنا كده وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده ان الزوجه لا تمتنع عن زوجها الا زي ما قلنا بعذر او مرض. انت مش عاجبك الكلام ده وعايزه تعيشي على نموذج غربي، يبقى بسيطه جدا ما تتجوزيش، بس بكل بساطه. او اتجوزتي ووصلت لمرحله ان انت كارهه جوزك، ما تعيشيش معاه، اطلبي الطلاق، رجعي له مهره واختلعي منه وكل واحد يروح لحاله. رجعنا تاني بعد ما شفنا الفيديو، طبعا حضرتك يعني اتناقشت معاه، يعني اتناقشت في الموضوع ده وكنت معترض على الموضوع، حضرتك توضح لنا بقى الموضوع ايه بالظبط؟ اولا انا بشكرك على اثاره الموضوع دوت، يعني موضوع مهم جدا وموضوع خطير، وهو ان في بعض الناس رافضه ان فكره الاختلاف. ليه ما نختلفش؟ ليه ما نتناقش؟ انا هبدا الموضوع من الاول، ان هو رافض اي فكره للحوار. في بعض المتسلفين او المتاسلمين والذين يصلون الى درجه انهم الخونه المتاسلمين، مش بس تبع يعني الناس الجماعات اللي تبع السياسه وغيرها، لا ده في بعض الناس بتصل او انا اوصفها بان هم خونه متاسلمين، بيمنعوا اولا ان احنا سياسه الاختلاف. ليه نفكر بشكل مختلف؟ ليه نخرج عن الصوره اللي هو رسمها او الصوره اللي هو توهمها عن الاسلام، ومانع اي حد ان هو يفكر غيره. تمام، بيصدر لنا صوره بس هي الصوره الوحيده للاسلام بكده، يعني هو من منظوره ان ده الكلام صح. احنا لسه بنأصل للفكره يعني. تمام، فالدين وبعدين بيمنعوا التفكر والتعقل، مع ان في عشرات الايات اللي بتقول افلا تعقلون افلا تبصرون، لا بيقول لك لا، الدين لا يؤخذ بالعقل، ودليلهم على ذلك ان احنا بنمسح وجه الخف لا اسفله. وانا يعني مثلا لو انا داخل جامع ويعني المفروض يعني بمسح يعني الجزء السفلي، وزياده في الدين وزياده في احترام المسجد انا بمسح الجزء العلوي، لكنهم بيدونا امثله متلبسه ان احنا لا نعمل العقل ابدا ولا نفكر، والصوره اللي هو توهمها هو اللي بيصدرها لينا. اولا الأستاذة بدأت حديثها معايا وقالت إن أنا ضد المرأة، أنا عمري ما كنت ضد المرأة، لكني مع حقوق المرأة إن هي تطيع زوجها، وأنا من أشد المؤيدين إن يكون الضرب هو حق. ما هو ده من ضمن المعارضة يا أستاذ أيمن، حضرتك بتقول نضرب المرأة، طبعًا ما تتضربش، الإسلام بيقننها وبيحترمها وبيحترمها. هو ده فكرة الإسلام. أنا قلت إن حق الزوج، أنا ضد العنف ضد أي حد وضد المهانة ضد أي حد، أنا بقول إن أنا ضد العنف ضد أي حد، لكن بقول إن حق الزوج لازم الزوجة تبقى عارفة إن حق الضرب موجود للزوج، وأتمنى إن الزوج ما يستخدموش، لأن الزوجة ما تدفعوش إن هو يستخدم هذا الحق. ده إمعانا في إيه؟ إمعانا في طاعة المرأة لزوجها، عشان أنا بحترم المرأة وعارف ان هي كائن عظيم جدا، انا بقول لها لو سمحتي طيعي زوجك، لكن الطاعة الملفوفة اتقاع الطاعة اللي هو بيروج بيها الاستاذ عبد الله رشدي. طب هو معلش، ما احترمنا حضرتك تقول الطاعة، هو تطيع جوزها
ويضربها، هو يسمح ان هو تطيعه في شيء ويضربها وفي موضوع تاني يضربها؟ لا انا ما قلتش كده. امال ايه؟ انا بقول بدايه انا بنصح السيدات بطاعه ازواجهم، ده شيء احنا مفروغ منه، وبقول ان الزوج لو زوجته يعني نشزت عنه او لم تطيع زوجها انه من حقه ان هو يضربها. ده في تصريحات حضرتك قبل كده. انا قلت كده اهو قبل كده. دلوقتي بتقول لا بقى انا مع المراه وبناشدها. انت كده بتتوهي المشاهد. لا اتفضل. صديقة. مش هنتوهي المشاهد. يبقى انا بقول وباكد ان الزوجه اللي عايزه تعيش، اللي عايزه تبني مجتمع كويس، تمام، لازم تطيع زوجها، لان زوجها ايه هو؟ زوجها هو المدبر اللي بيتحمل النتائج، اللي عنده خبره اكتر منها، المحتك بالشارع، صاحب التقدير، رئيس البيت، فطيعي زوجك. تمام. وده اللي الاسلام بيقوله. لكن بقى في بعض المتأسلفين او المتأسلمين سميهم كما شئتي، عايزين النهارده يوصلوا للشهره والترند والمال، فيعملوا فتاوى او يصدروا فتاوى محدش اصلا طلبها منهم، ده اولا. بيقحموا نفسهم في فتاوى تثير الشو وتثير البعض الجدل وكده، ويصدروا لك صوره للاسلام ان هو بيجوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي انا ما بقولش ان هو ضعيف ولا لا، انا هقول صحيح وصحيح وبقره تماما. اذا طلب الزوج زوجته للفراش ولم تطيعه ماشي وبات غضبان عليها، الملائكه كلها بتتعلق كل كتاب، الملائكه والبشر والحجر والشجر يلعنها. اذا احنا متفقين تماما على ذلك. ايوه ومتفقين مع الكلام اللي هو بيقوله. اما التلبيس بقى ان هو بيقول ايه، الا بعذر وانا معاه سواء بمرض او بضرر، تمام كويس. لكن هو بقى تجاوز هذا الحد وصدر صورة للعلاقة الحميمة ان الزوج مجرد ما يفكر في العلاقة فالزوجة فورا تستعد، وطرح عذر مهم جدا انا شايفه وبقول عليه ان هو يعد عذرا شرعيا، وهو عدم المزاج. بيقول لها، بيقول بيناشد المرأة هذا الرشدي الذي اعتقد انه فقد رشده، انا بقول له انا بتحداك تنظرني على الهواء. هو رفض، تمام، براحته. احنا بنحاول نتصل بيه، بنحاول نتصل بيه، هو فعلا ما ردش عليه. انا بقول له، مش بهاجمه، انا بقول له انت التصريح اللي انت قلته دوت ممكن يخرب البيوت. انا راجل محامي، انا راجل بشوف المشاكل والمآسي في المحاكم وفي الدنيا اللي احنا عايشينها ديت، بشوفها كتير قوي. انا بقول لك يا عبد الله يا رشدي، انا مسلم والدين مفتوح للتفكر، ومش نموذج حضرتك اللي حضرتك توهمته انت او غيرك هو النموذج اللي تفرضه عليا. دايما كان ليا كلمه مشهوره في كل البرامج واقول اوعى حد يقول ان هذا هو الدين، محدش يملك الدين ولا فهمه الصحيح. يعني احنا مواضيعين برضو بيخلينا نطيع الزوج. طب انا بقول لك، طب كمل الجمله بس حضرتك. انا بقول له ان عدم المزاج، عدم الرغبه، تعد عذرا شرعيا يبيح للمراه الامتناع عن زوجها. عدم المزاج اللي هو بيقوله. طب اذا تعدد عدم المزاج ده عند المراه، ما انا هقول لك ما راي حضرتك. لا لا يعني انا لقيت ان المراه بقى كل شويه اصل مزاجي مش مظبوط، اصل انا تعبانه، اصل اصل اصل، ما راي حضرتك في الحته دي؟ انا ضد العناد. ما هو مش عند ده اسمه عناد. ما هو في زوجات برضو كده، خلي بال حضرتك. ما احنا هنقول جميل، انا بقول لحضرتك انا اي نعم، انا مش ضد طبعا، انا مراه، ولكن في زوجات عندهم مساوئ في الحته دي. انا ضد العناد وضد عدم الطاعه بلا عذر، تمام. لكن اذا كانت المراه نفسيتها مزاجها غير قابل لهذه العلاقة فده يعد عذرا شرعيا. هذا فهمي للدين، وهذا ما يطابق الشرع، واعتقد ان هو يطابق المنطق والعقل، وان الدين بيتاخد بالعقل غصب عن المتأسلفين والمتأسلمين. الدين بيتاخد برضه بالعقل. الست اللي ما عندهاش مزاج زي الراجل اللي ما عندوش مزاج، افرض هي دعتك للفراش وانت ما عندكش مزاج، تجبرك؟ لا اظن لا. يبقى اذا يا استاذ عبد الله، اول خطا حضرتك وقعت فيه ان انت صدرت لنا نموذج انت مقتنع بيه فقط وتفرضه علينا. لا يا استاذ عبد الله،
تاني حاجة إن المزاج بدون عناد هو يعد عذرا شرعيا يبيح ليها إن هي تمتنع عن حضرتك. لكن ابتدى الأستاذ بقى يتوسع ويقول إن الإسلام يبيح الاغتصاب الزوجي، يعني مجرد بقى الزوج رأى إن الزوجة بتحلف عينه وعايزة يطلبها للفراش ورفضت لعدم المزاج، مش عايزة، عملت مشكلة في الشغل، عملت مشكلة مع الجيران، عندها أزمة نفسية، عندها أي مشكلة، بلا عناد. بيقول الأستاذ عبد الله إن يجوز للزوج إن هو يغتصب الزوجة، وهذا هو الإسلام. لا يا سيدي، مش هو ده الإسلام. العلاقة الحميمة، لو أنت حضرتك يا مهووس بالجنس ياللي انت ما بتفكرش غير يا استاذ ايمن، لا بلاش نخوض في، احنا مش من ضد عبد الله رشدي ولا يعنيني عبد الله رشدي، انا بحاكم افكار عبد الله رشدي، بس احنا ما بنخش في ان هو جنس او مش جنس. انا بتكلم، حضرتك بتتكلم من منظور معين يا فندم، حضرتك انا ما بيهمنيش اشخاص، انا بحاكم افكار. هو الفكر العام ان حضرتك بتوجه فكر عام مش شخص معين. لا يجوز يا فندم ان انا اقيم علاقه حميمه، دي اسمها علاقه الحميمه، تجيب الغصب ازاي؟ ليه عايز تصدر للرجال الاسلاميين يعني الناس المسلمه الناس الغلابه ان المراه هي اداه تستخدم وقت اللزوم؟ لا يا فندم، هي مش غساله ولا ثلاجه، لا حضرتك فكر كويس، دي كائن وبيحس وعنده احاسيس بغض النظر عن العناد، طبعا انا برفضه تماما. فتفتكر ليه الست اول حاجه اسالها قول لها مالكيش مزاج ليه؟ لو عندها مشكله ده دور الراجل. معلش يا استاذ ايمن، يعني مين من الرجال اللي بيتعامل بنفس المنظور بتاع حضرتك الجميل ده؟ يا فندم كل الرجال المفروض يعملوا كده، المفروض يعملوا كده. انت قلتي جميل، ده جميل، وهو الاستاذ عبد الله بيقول عكس، ان عكس ده، يبقى اذا الاسلام مش جميل، صح؟ لا صح؟ الاسلام جميل طبعا. طيب اذا كان الاسلوب اللي هو معانا مداخله عكس. معانا مداخله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ايوه مع حضرتك يا فندم. اتفضل حضرتك، اتفضل. لو سمحت ممكن اتكلم من الاستاذ الفاضل اللي عند حضرتك؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. حضرتك بتتكلم في النظره، يعني حضرتك دلوقتي بتتكلم في النظره وبتتكلم في الدين والاسلام، ان الدين بيقول ان المراه ما ينفعش يبقى لها المزاج حلال وحرام او الكلام ده. حضرتك انا بسال حضرتك سؤال، اتفضل. الكلام ده انت مستوعبه؟ يعني انا سمعت الفيديو اللي جايبه للشيخ عبد الله رشدي بيقول فيه ان انت الدين او الاسلام بيقول ان المراه ملهاش عذر الا في حاله ان هي تكون سبب مرضي او لها عذره. تمام، بيجمع كل اللي حضرتك بتقوله ده. انا مش راجل دين ولا انا فاهم في الدين كويس، بس انا كلمتين بس انا متصل عشان اقولهم لحضرتك. اتفضل يا فندم. عايز تعمل مناظره ترند لنفسك، مش عبد الله رشدي اللي مستني ترند. والله العظيم لا اعرفك ولا اعرف عبد الله رشدي، انا بسمع كلام على الهواء. بقول لك ايه، انت متجوز؟ متجوز؟ متجوز. طيب بتغتصب مراتك غصب عنها كرها؟ الدين ما قالش كده ولا الشيخ عبد الله رشدي قال كده يا فندم. ارجع ليه، ارجع ليه حضرتك، هتعرف ان هو بيبيح الاغتصاب الزوجي. ولا الشيخ عبد الله رشدي يقول يا فندم انت مش مصدق عليه ليه؟ بلاش نسوق في سمعتي. هو انا هسوق سمعته وانا هنسبه يا فندم؟ هو اباح الاغتصاب الزوجي. انا بقول لحضرتك انت كلك مش مصدق. اهدى اهدى، هو مش مصدق. احنا على الهوا دايما. ايه ده، احنا على الهوا يا فندم. حضرتك ارجع لي، هو بيوضح شيء معين، هو بيوضح ارجع شيء معين. انا بقول لحضرتك ده الناس مش مصدقه، فاكرينه نبي. لا هو لا رجل لا الدين يا استاذ ايمن. انا وانا انتوا فاكرين ان بضرب عبد الله رشدي؟ اهدى يا استاذ ايمن يا جدعان. انا ما انا ما اهداش عند الدين، عند الدين ما اهداش، ما اهداش. ما ينفعش، ما ينفعش. انا ارجوك اسمعي، بعض الناس الغلابة الطيبة بيقولوا الأستاذ عبد الله رشدي ما قالش الكلام ده. أنا لا بكلم على عبد الله رشدي ولا غير عبد الله رشدي ولا بيهمني الشخص. يعني حضرتك أنت بتتكلم مع شيء معين، إن يعني لا يبيح إن إحنا نغتصب المرأة غصبا إذا كانت يعني في علاقة حميمة. هو الأستاذ المتصل بيقول إن الأستاذ عبد الله ما قالش كده أصلا، وما أنا جاي ليه؟ بتبلى عليه. الناس إحنا كتير قالت بنتكلم كده. إحنا بنتكلم في منظور معين، هي دي المشكلة احنا بنتكلم فيها. طب يا فندم انا ههدى خالص وبقول لحضرتك الناس مش مصدقه ان هو قال الكلام ده. الناس هو مش مصدقه، يعني هو قال في الفيديو ان اذا كانت اعترضت او كده فطبعا هو يكون باغتصاب. هو مش هو شاف الفيديو الصغير ده بس، مش بالمقصود ان هو اغتصاب باغتصاب يعني. لا يا فندم قال كده صراحه،
الفيديو ده احنا حته صغيره كده جبناها عشان خاطر البرنامج. أوه. لكن هو صرح بذلك واحنا انا بتدلع عليه انا وانا طب احنا هنقول حاجه ثانيه يا استاذ ايمن. طب ما في رجال يعني هيلتجئ لمين غير زوجته؟ طب انا هقول لحضرتك معلش يعني احنا برضه بنتكلم بصفه عامه. انا بقول لحضرتك ان عدم المزاج يعد عذرا شرعيا. ما هو برضه في زوجات ما حضرتك بتتكلم من نوع معين يعني في زوجات كتيره ممكن تكون طب نفكر شويه نفكر ماشي لما يسالها اقول لها هل هذا الامتناع بقصد العناد فيبقى كلام عبد الله رشدي هنا كويس بقى يبقى انا بايده جدا. مفيش زوج هيقول كده يا فندم. لا يا استاذ ايمن مفيش يعني زوج هيقول إيه؟ انا عايزاك تتكلم من ارض الواقع. هو احنا الرجال يعني بيصدرونا الموضوع بيبقى بيجي في لا مش شهوانيين هو في إيه؟ في زوجات بتبقى ليها وضع مختلف وفي زوجات بتبقى بتتعدى حدودها لا من لو ملدون ماشي ما هو بيتكلم بقى ممكن يكون بيتكلم من منظور الحته ديت لو الزوجه تعدى كده يبقى انا من حقك كذا كده ولو فرضا هياخد حقه هو برضه بيتكلم مش حقه بالعاطفه في ستات بتبقى يعني متعديه حدودها مع زوجها طب يعمل ايه يرتكب الخطيئه يا فندم ولو فرضا احنا هنتكلم برضه احنا هبقى معاك يعني وهقول لحضرتك النموذج اللي هو صدره كان الستات كلها هو مش بيتكلم على الستات كلها هو ما في منظور انت قطعتيني بقى يعني ما تسمعي بقى الكلام بقى بعد اذنك انت كده قطعتيني وبتدوي المشاهد هو كده بيصدر للستات كلها وان هم ادوات للجنس جاهزين في اي وقت واي ست تمتنع لسبب هو بيتكلم عن الزوجه، الزوجه دي يعني تخص الشخص نفسه. ايوه يا فندم. يعني زوجته، مش بالاخص زوجه الداعيه عبد الله، لكن انا بتكلم الزوجه نفسها. بيتكلم على بيفتي بصفه عامه. طب استني اسمعي بقى. اتفضل. اسمعيني بقى. هو حضرتك بيدي فتوى. ايوه. وبيدي مشروعيه وبيقول وانت حضرتك واضح ان زيهم زي الناس مش مصدقه ان في حد داعيه اسلامي يقول الكلام ده. النموذج العناد ده انسيه خالص من تفكيري. ملناش دعوة بيه، أنا معاه مع عبد الله رشدي في الكلام اللي هو بيقوله معاه مش الاغتصاب إن هو بيتعاند هيطلقها أيوه. هو بيقول كده برضه ماشي؟ لكن إحنا بنتكلم على الست اللي عندها ضرر نفسي أزمة نفسية وقدام شهوة متفجرة من هذا الرجل ماشي؟ بس هو ذكر برضه إن إذا كانت مريضة فيبتعد عنها ما هو قال ما إحنا بنقول برضه في الفيديو إن العامل النفسي الله يهديه ويهدينا جميعا ان العامل النفسي يعد عذرا شرعيا انا بعد واقول وازيد هو بيقول ان العذر احنا بنتكلم في ارض المحايده يعني احنا تفضل انا عايزه تتنزل انت حضرتك مش واعي الكلام اللي حضرتك بيقوله لا واعي طبعا الكلام كويس جدا احنا حضرتك انا عدت الكلام 10 مرات تمام هو بيقول ان النفسيه متضايقه امها لسه ميته ابنها اصيب في حادثه وتفجرت شهوة هذا الرجل فالمفروض الست تكون جاهزة هو بيقول مفيش حاجة مالكيش مزاج أزمة نفسية احنا كان نفسنا نعمل معاه مداخلة بس احنا عاملين اتصل عليه برضو هو رفض ان هو يتكلم معاه لان احنا هنكشفه فهماني حضرتك اي أزمة نفسية اي مشكلة نفسية لان احنا عايزينه يدافع عن نفسه لان هو برضو لازم يكون في مدافع ولكن هو برضو ما انا هقول لحضرتك هو بيدافع عن نفسه يقول ايه اي مساله نفسيه عندها مشكله الست مش رغبه في العلاقه الجنسيه هي مش اداه ومش اله تستخدم وقت اللزوم لكن بيقول بعد كده هو بيقول مش انا اللي بقول تمام. يباح للزوج ان هو يغتصب زوجته لانه هو ما فيش حاجه اسمها اغتصاب لانه هذا حلالي وبدم انا حلالي موجود انا طب يعني هو انفعال حضرتك ده عشان خاطر المراه ولكن لا عشان خاطر الدين والمراه ولكن مش حاجه شخصيه يعني مش الجانب شخصي يعني الانفعال ده مش راجع لجانب شخصي طب انا هدي الحلقه خالص بقى وهقول تصريح ما اعتقدش ان في انسان في الوجود هيقوله ما انا بقول لحضرتك انا بسالك حضرتك سؤال ما انا هرد عليكي بالعقل وبالمنطق انا هقول التصريح ده وانا بس يكون في نطاق الحلقه طبعا في نطاق الحلقه طبعا اتفضل وعارف ان انت باسكندريه وهتفرحي اكيد بهذا الكلام الكلام انا بقوله دوت انا عارف انا راجل يعني راجل قانون راجل قانون وعارف وهيتفسر هذا التصريح خطا جدا اللي بيقولوا ان انا ضد عبد الله رشدي ده دكتور ودار الشريعه او في مشكله بيني وبينه بحدد انا عمري ما كان في مشكله بيني وبين اي حد بالعكس لما اكون انا بشوف شيء غلط عايز عبد الله رشدي او غير عبد الله رشدي يكونوا في احسن صوره انا اتمنى ان يكون عبد الله رشدي يتراجع عن هذه الفتوى وان المتابعين ما يسمعوش هذه الفتوى ويتراجع عنها ويعتبر ان العذر النفسي من الاعذار الشرعيه
هقول تصريح وهجيب تاني عشان انت من اسكندريه. في انسان انتوا مشهور برضه من مشاهير علمني درس. الراجل ده ما بيعرفش يقرا ويكتب على الفطره، ما عندوش اي ثقافه. الراجل ده عرفني ان انا غلطان، وانا بعترف له وبقر له قدام الناس كلها ان انا غلطان. هو المطرب المهرجانات حمو بيكا. حمو بيكا اداني درس عمري ما كنت افكر فيه ولا افكر ان حمو بيكا هو اللي يديني الدرس، وانا بقر له قدام الناس كلها ان حمو بيكا علمني درس. انا بصراحه بدله لي بشكره. حمو بيكا كان عمل شيء خطا فانا قضيته فورا. طب يعني مال ده ومال موضوعنا؟ ما انا هقول لحضرتك البني ادم اللي بيقر بخطأه، اللي ما فيهوش علاقه، ما هو عمو بيكا بقى اللي هيعلمني انا ويعلم المتعلمين. ودايما اصل التعليم مش بس ان انت تقري في كتاب، تمام انك تعملي الاصول. عمو بيكا كلمني في التليفون وقال لي قبل ما تعمل اي اجراء ما كلمتنيش ليه؟ ما عرفتنيش ليه؟ خلي بالكم المكالمة دي كان بيهاجمني فيها حمو، مش كان بيحبني يعني ولا بيطري عليا ولا شيء. قال لي لازم نسمع بعضينا، وأصبح الغير متعلم بيعلم المتعلمين. ليه ما بنسمعش بعضينا؟ ليه ما بنتعلمش من بعض؟ أنا هو رجل القانون علمني راجل ما بيعرفش يقرأ ويكتب، فلازم نتعلم ومش عيب إن احنا نتعلم. مسألة إن أنا ليا مشكلة، أنا طبعًا كان في مشكلة بيني وبين المهرجانات والأخلاق والكلام دوت، لكن التصريح إيه هو؟ التصريح، ما التصريح أهو إن حمو بيكا الغير متعلم علمني وعلمني إن أنا خطأ، وإن كان لازم أسمع منه. إحنا أهو حمو بيكا كلمني وعلمني الدرس، والدكتور خايف من المناظرة وخايف من المواجهة. الدكتور ده كان بيجي لأي حد، وعايزين أقول لكم على حاجة، اللي يقول لقناة الصحة والجمال قناة قليلة أو قناة صغيرة أو ما يجيش فيها أو ما يجيش لفلان، لا جه أقل من مني بكتير، وكلنا عباد ربنا، وجي قناة الصحة والجمال في أوقات مبكرة جدا وأوقات متأخرة جدا، وهو من رواد برضه وضيوف الصحة والجمال، وبيتمنى إن هو يجي في الصحة والجمال. فما جاش ليه؟ لأنه عارف إنه غلط. بيصدر ترند، الناس تتكلم، يتشهر، يجيب فلوس، يجيب مشاهدات. الناس حتى اللي انا بقول لهم ما تسمعوش الكلام دوت، وما تسمعوش كلام ان الاغتصاب الزوجي وده غلط وكده، والنتائج اللي انا هقول لك عليها الكارثيه اللي هتحصل على كده. مش مصدقين ان هو قال كده. لا هو قال كده. ثم لو عارفين ان لو الزوج المسلم اغتصب زوجته، انا هكلمكم بقى مساله اجتماعيه، اللي فاكرين ان انا بتكلم في الدين، انا عمري ما اتكلمتش في الدين، انا بتكلم في مشكله اجتماعيه ومشكله قد تصل بنا للجريمه. الزوجه اللي تغتصب غصب عنها، لو اي حد اغتصب منه اي حق طبعا اكيد بيتصيبوا اضرار نفسيه. طب الزوجه اللي جوزها بيغتصبها رغما عنها، مش معناها ان ممكن تدور بره البيت على نموذج اخر للحنان والحنيه؟ انتوا بتدوروا ايه للمسلمين؟ بتدوروا ايه للمجتمع المصري؟ ثم اللي هو يقول هذا هو الاسلام، دين الاغتصاب، واللي مش عاجبها تروح دين اخر، انت بتكره الناس في الاسلام، انت بتصدر صوره وحشه للاسلام. يمكن اخطاوا التعبير، يمكن كان في دماغه عبد الله رشدي فكره الزوجه المعانده، طبعا احنا بنرفضها تماما وبنقول ان هي عليها من الله ما تستحق، لكن انا بتكلم على حاجه مهمه جدا. الزوجه دي اللي تغتصب بتحس بالانتهاك وبتحس بالاهانه وبتحس بمشاعر ربنا يكفيكوا شرها، لان اي حد اجبر على شيء اكيد حس بمهانه وحس بامتهان وحس بالم نفسي. فلا الدين الاسلامي بتاعنا فيه اغتصاب، ولا الدين الاسلامي بتاعنا بتجبر الزوج ان هي تكون اداه لرغبات الزوج في اي وقت. طبعا الكلام ده غلط. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني طبعا الموضوع ده موضوع ديني وحضرتك راجل قانون، يعني هل من حقك ان تدخل في امور الدينيه؟ انا اؤمن بالتخصص جدا، يعني كل واحد بيتخصص فيما قام به. حضرتك راجل قانون طبعا، طب ليه يعني مش هقول بتتعدى، يعني ليه بتتدخل في امور الدينيه؟ اعتقد ان الامر ده امر ديني طبعا.
طيب امر ديني طبعا. طبعا امر ديني بالتلبيس والتدليس والباطل ان هو امر ديني. انا بسال سؤال حضرتك ليه يعني ليه ده دخلت مش هنخش بقى لدايره تانية يا فندم. انا بقول لحضرتك ماشي هذه الواقعه ايوه او هذه الحادثه اللي احنا بنتكلم عليها او هذا التصريح اللي بنتكلم عليه ماشي ليس مساله دينيه انما هو بالتلبيس والتدليس وصلها ان هي مساله دينيه. طب هل الراي هل الازهر كان ليه راي بقى طالما هو تدليس ديني او أكمل ماشي بس ما هو ده كله متداخل مع بعضه هي يعني ايه متداخل مع بعض هي مساله دي امور دينيه. هل كان للازهر راي؟ طيب هقول لحضرتك الراي هقول لك هرد عليك قول معاك. اذا كان دي مش مساله دينيه لان اركان الاسلام ما بنتش على الجنس والدين الاسلام ما هوش دين طيب السرير. راي الازهر ما انا هقول لحضرتك هفحم الناس المعارضه الراي. اتفضل. احنا زي ما قلنا حضرتكم مش كل واحد يقول لكم اي وقعه ماشي زي مثلا في مثال مشهور قوي في الشارع وعايزين نهدي واقع الحلقه اللي بقى سخن ان دايما بيقول لك ده الحرامي بيقول بسم الله توكلنا على الله. هل بقى الحرامي خلاص ماشي بقى في سبيل جهاد ولا في سبيل الله؟ لا طبعا مش يعني كل انسان افرض صورة معانا مداخلة. طيب ممكن نخش في المداخلة. الو استاذ سمير. ايوه يا فندم اتفضل. انا عايز نمرة سعادة المستشار اكلمه بعد الحرب. ايوه ماشي بس بالكنترول تحت امرك. حاضر. انا عايز نمرة سعادة المستشار اكلمه بعد الحلقة. تمام يا فندم. حاضر يا فندم حاضر تاخدها من الكنترول بعد الحلقة ان شاء الله. حاضر الدهنة والنفس. طب ماشي احنا ما نلبسش المساله ان هي دينيه. هي مساله اجتماعيه انسانيه نظمها الشرع ونظمها تنظيم دقيق وتنظيم عظيم ولنا ان نفتخر بديننا. وقلنا ان عدم المزاج يعد عذرا شرعيا. هو حضرته مش شايف ده ووصل للاغتصاب الزوج واحله هو فهمه للدين هنفترضه صحيح. طب رأي الأزهر إيه بقى؟ دخلني بقى في الرأي. رأي الأزهر قال إيه؟ طب هنسمع أنا مداخلة من الشيخ مصطفى الأزهري. ألو؟ أيوه. أيوه يا فندم. إزيك يا سيدي؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. الشيخ مصطفى الأزهري، إيه رأيك في الموضوع ده يا شيخ مصطفى؟ في المستشار اللي بيتكلم فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بحييكم جميعاً وبحيي سعادة المستشار. بحييك يا فندم. والحقيقة الموضوع ده يعني محسوم شرعا. واحنا لما بنيجي نتعامل مع القضايا التفصيلية دي لا نخرج بها عن روح الشرع خصوصا في مسألة الزواج اللي هي مبنية على المودة والرحمة وانا ما بحبش كلمة حقوق الزوجة وحقوق الزوج لان دي مسألة تتعلق بالوصول للمحكمة وندور على حقوقنا. لكن الحياة الزوجية ما دامت قائمة بيبقى فيها سيولة وفيها ليونة وفيها وعاشروهن بمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وصت على حسن المعاشرة بين الزوج وزوجته. أنا عايز أقول قبل ما أدخل في النقطة دي إن الناس دائما تتعلق بفكرة نشوز الزوجة كأن الزوجة فقط هي التي تنشز. لكن القرآن أشار أيضا إن الزوج ممكن يبقى ينشز أيضا. إن الزوج نفسه الرجل بيكون ناشز أيضا في 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 بعض الحالات أو في بعض المواقف. وإن امرأة الآية بتقول كده وإن امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما إلى آخر الآيات. يعني إحنا دايما بنركز إن النشوز من المرأة والمخالفات من المرأة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال بالنص بالنص. النظرة اللي احنا نظرنا بها للمرأة في مجتمعاتنا محتاجة تصحيح لأن الإسلام بيظلم والقرآن بيظلم. قضية الضرب
أو أخذ حق الحق حق الفراش من الزوجة وهي غير راغبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صح الحديث يعني لا يقع أحدكم على امرأته كما كالعير، يعني كالبهيمة. دي علاقة إنسانية وليست علاقة بيولوجية بحتة ولا علاقة حيوانية. بأيدني بحييك يا مولانا. لا نخرج بالإسلام إلى هذا. ثم إن كلمة الضرب لا تعني فقط الضرب المعروف، إنما جاءت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بمعنى المفارقة، يعني الابتعاد، يعني تشمل أيضا مسائل الهجر. مسألة فيها أبعاد نفسية، وربنا سبحانه وتعالى نتكلم عن العلاقة الزوجية الحميمية، العلاقة الخاصة يعني. قال عز وجل، شوف جمال الآية ومقدمتها الرائعة، يقول تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. العلاقة محتاجة مقدمات ومحتاجة أشياء تهيئ النفسية سواء الرجل أو المرأة، لأن المسألة ما هياش كلها مجرد شهوة. أنا بنشكرك مولانا، بس عايز أسألك سؤال فيها. وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة استغربوا، قالوا أو يأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أو له بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. شوف جمال وروعة الإسلام. مولانا عايز أسألك سؤال قبل ما تختم يا مولانا. مولانا احنا بنشكرك، احنا بنحييك جدا وبنشكرك، وشوف الدين بقى السمح الجميلة دين الجميل. انا عايزة بس تقول كلمة للناس اللي بتصدر للناس العوام ان الدين الإسلامي هو دين عنف والمرأة مجرد أداة. عايزك تقول لهم كلمة بس قبل ما تقفل يا فندم. عايز أقول لهم عيب عليكم، بعد 1400 سنة الإسلام بينصف فيها المرأة لسه في مجتمعاتنا وفي المجتمع المصري اللي هو سبق المجتمعات بتكريم المرأة وإعطائها حقوقها وعمل لها مجالس للمرأة تخصها وشؤونها. بعد كل هذه السنوات بنضيع جهد النبي اللي جاء لينصف المرأة ويعطيها حقها، بنضيع جهد الإسلام. نشكر حضرتك، نعيد الإسلام من أول وجديد، نناقش لسه بعد العمر ده كله. نشكر حضرتك والله على المداخلة الجميلة والتوضيح الجميل، ومتشكرين جدا حضرتك يعني تابعتنا، وبنشكرك على المداخلة الجميلة دي. إيه رأيك في الإسلام الحق؟ إيه رأيك في الإسلام الباطل؟ إسلام المتأسلمين اللي أنا بقول لك إن هم بيوصلوا لدرجة إن هم يكونوا خونة لأن هم بيصدروا صورة للإسلام وحشة. طب هي الست مثلا مش عايزين يبقى النموذج ده بقى العنيف ده، نموذج الاغتصاب، تعمل ايه؟ تخرج من الدين؟ تخرج من الدين؟ لا ما تخرجش طبعا من الدين. طيب ماشي، نقفل كفايه عليك كده. كفايه علينا الموضوع ده كده، لو هيطول شرحه طبعا، وعايزين نخش في مناقشه موضوع اخر. طبعا جرت العاده ان الخيانه للزوج او الزوج لما يشوف مراته خاينه بيقوم يقتلها ويقول لك الدفع بتاعها وانا لا خان. لكن ما سمعناش بقى حكايه الشك. يعني مجرد ان الزوج بيشك بس يروح قاتل مراته. طبعا دي واقعه غريبه شويه. يعني هل من حق الزوج ان هو يقتل مراته لمجرد ان هو شك فيها؟ في طبعا جريمه قتل حصلت في القليوبيه، ان زوج اكتشف او شك في زوجته على علاقه مع ابن خالتها، فلمجرد الشك يعني فقام بقتلها. طب نحب حضرتك جاي توضح لنا راي القانون، هل ان الشك بيؤدي يعني بيكون متوافق مع الزوج ان هو يقتل زوجته؟ ايوه طبعا. يا سلام، احنا دين ومجتمع ضد المراه وعايزين نقتلها لاقل سبب. شفتي ده انت حضرتك النهارده يعني فعلا مع المراه. انا فعلا مع المراه، بس انتوا مش فاهمين انا قصدي ايه. انا المراه لما تحافظ على جوزها وتعمل كل حقوقه هيشيلها فوق الراس. مش هنخرج عن الموضوع. احنا بنقول اهو، شايفه اهي دي نتائج الغير الوعي. ان الزوجه بقت مستباحه في كل الاوقات وفي كل الازمنه، مجرد شك ان دخلتها على علاقه بيها. ليه بقى؟ تخيلي لو قالت يا حبيبتي، مع انها كلمه دارجه وكلمه عاديه. في مقوله دي ساعات بيبقى في اهالي او في بعض الناس بتبقى دايما الكلمه دي في بقهم. فتخيلي، انت متخيلي حضرتك
ان هو عشان خاطر صدروا لنا فكره المراه مستباحه، وان ايه يعني مقتلها، وده شرفي وده مش عارف ايه، وان احنا مثلا لو القانون ايه رايك؟ ما انا هقول لك القانون بيقول ايه؟ ما انا بقول لك المشاكل اللي بيصدر لنا ليها النماذج الوحشه دي. احنا بنتكلم على الشك اجل كذا، هل هات القانون اللي بيقيدوا الراجل في قتل مراته؟ لما يفاجأ بوقعة الزنا فيقتلها هي وشريكها فقط، لكن لو فكر او شك، لو شك ومن الشك ما قتل، هل يجاي يعني ده ان ده الشك ده من الظن، وان بعض الظن اسم. تمام. ازاي ان الشك يكون سبيل للقتل؟ يعني لازم نتبين، لازم نعرف ديننا كويس. يعني ديننا بيقول في الآية الشهيرة جدا، إذا جاءكم فاسق فتبينوا وفي قراءة تقول فتثبتوا. يعني لازم نفهم الأول، نعرف، مش مجرد إن شك أو كلمة ممكن توصلنا لقضية قتل، وبالذات العنف ضد المرأة. ويقولوا حقها إن هي تتقتل، ما هي خاينة إيه؟ مجرد الشك ده الشك. يعني طب رأي القانون إيه؟ ما أنا قلت حضرتك حكم القانون ياخد ايه جزاته؟ اذا فوجئ في ذات اللحظه فقام بقتلهم في ذات اللحظه، اذا كان جاب خيانه، ايه اذا كان في خيانه، اذا كان في خيانه واضحه، لكن الشك بقى اللي ادى لقتله، حكم القانون ايه؟ لا ده بقى دي قتل عمد، يبقى كده عمد، وقد تصل الى عقوبه الاعدام، قتل عمد مع سبق الاصرار والتلصق. شك، هل ده مبرر؟ ده يعني ده قتل عمد، وطبعا يستحق الاعدام، بس مش اعدام مره واحده. انا بيتهيألي لو في اعدام مرة. الف مره يستاهلوا هذا الزوج. طيب برضو احنا طبعا النهارده في حالات غريبه جدا، المجتمع بقى موضوع عنصر القتل والذبح والحرق بقى منتشر بطريقه رهيبه. يعني انا احب اعرف يعني من منظور حضرتك كثره الحوادث بالاسلوب دوت نتائجها ايه؟ ايه السبب؟ في ناس بتشرع للعنف، وتقول ان هو ده ديني، واجب ديني في جميع الاديان، مش بس الداعيه الاسلامي ولا الداعيه المسيحي ولا الداعيه اليهودي. احنا لا، بنتكلم في جميع الاديان، حتى الاديان الوثنيه. بعض الدعاة بيدعو للعنف في الاديان، والناس بتعتبر ان هذا العنف هو واجب ديني مقدس. تمام. وبينتج عنده الارهاب واللي الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. ونيجي بعد كده المدرسه والأسرة، وطبعا النجم الكبير بتاعنا اللي أنا، وطبعا المؤسسة الدينية، طبعا كلنا مقصرين، لكن النجم الكبير اللي أنا شايفه إن هو مسيطر على كل هذه العناصر هو الإعلام والدراما والأفلام. بيبين لنا طبعا، أنت مش هنتكلم لأن اتكلمنا كتير قوي عن الإعلام، بس هو ده من الأساسيات، الأفلام، الدراما اللي بتحس على العنف. فعشان كده الناس بقت شايفه ان العنف بقى قانوني، بقى شرعي، بقى هو ده الاساسي. عادي يعني اساسيات حاجه في المجتمع. هو ده الشيء يعني، ده بيدي حقيقيه ان اب يتنزع من قلبه الرحمه والانسانيه ويقدر ان هو. طب هنقطع بس حديثنا ونكمل بعد كده. معانا مداخله للصحفي علي الدين الحكيم. الو الو، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا، مساء النور. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى ضيفك الكريم، صديقي واستاذي الاستاذ ايمن محفوظ. اهلا وسهلا بيك يا استاذ علي، نورتنا. الله يخليك يا استاذ. ايه راي حضرتك استاذ علي في موضوع قتل الاب لابنائه؟ يعني من المنظور بقى الجانب الاجتماعي في الموجود في الوقت الحالي، يعني ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ والله الظاهرة دي يعني من خلال خبرتي اللي هي تعتبر القصيرة مش الطويلة، مش غريبة يعني في الوقت الحالي اللي احنا عايشينه. مش غريبة نوعا ما، يعني مش مستغربة، خصوصا في الوضع الاجتماعي او المادي اللي احنا عايشينه في مصر دلوقتي. الاب بيقتل ابن، بيقتل ابوه، والاخ بيقتل اخوه على اسباب تافهة. يعني غالبية الجرائم اللي انا غطيتها في المواضيع اللي بتبقى زي دي بتبقى اسباب ممكن المشاهد او القارئ للموضوع ده، يعني ضغوط الحياه هي اللي بتؤدي لكده. يعني من وجهه نظر حضرتك ضغوط الحياه ممكن تؤدي للقتل؟ ضغوط الحياه طبعا، ويعني هنا ممكن نشكك في حته النسب،
انه ممكن يكون الابن اللي بيعمل ده او الاب اللي بيعمل ده ممكن ما يكونش من صلبه اصلا. الاب اللي بيعمل ده في الاول والاخر ممكن ما يكونش من صلبه، او الابن اللي بيعمل ده ممكن يكون ابن حرام. لان ما فيش حد ابن حلال او ابن سوي يعمل ده او يقبل على اكل ابوه. أيوة يا استاذ علي حضرتك، احنا بنعرض على الشاشه صور اطفال بتوع القاتل اللي قتلهم والدهم، 6 أطفال وزوجة القاتل قتلهم كلهم على سحور رمضان في قرية إقصى في الفيوم. القضية بتاعت الفيوم صحيح؟ أيوة يا فندم. إيه رأيك؟ هل ده يعني النموذج ده يعني أنت شايفه إزاي يا فندم؟ والله يعني إيه الدوافع اللي بتخلي الأب يقدر يقتل أولاده 6 أولاد بالطريقة البشعة دي وكمان عايز يحرقهم؟ يعني إيه الدوافع اللي ممكن من وجهة نظر حضرتك؟ الدوافع في من خلال تحريات المباحث اللي انا قريتها واطلعت عليها وتحقيقات النيابه العامه اكدوا ان هو كان بيمر بضائقه ماليه. فهو حاول انه على ما اتذكر بالظبط، لاني من حوالي اسبوعين زي ما الاستاذ ايمن ذكر في رمضان، انه تقريبا كان بيمر بضائقه ماليه. فالاول قتل زوجته، وبعد كده حس انه عياله هيطلبوه او الدائن انه الناس اللي كان مقترض منهم المبالغ الماليه اللي هي تقريبا وصلت ل 750,000 على ما اتذكر بالظبط، حافظا على قتل زوجته، وبعد كده سقى اولاده منوم، وبعد كده راح قتلهم برضه. كان الدافع مات. يعني الضائقه الماليه هي اللي ادت لهذا القتل يعني، او ادت كان من الدوافع الاساسيه. الدوافع ماليه. بحته. طب رأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ والله اكيد هكون رافض للموضوع، رأيي اكيد يعني اكيد بديل وبشجب، مفيش حد عايز ملوش مبرر يعني. احنا مش هنقدر نديله ثغره ان او ثغره سماح مثلا في اي شيء عمله. لا طبعا مفيش مبرر، حتى لو كان عامل نفسي او ضغط مادي او لاخره، بس ده ما يديش برضه الى قتل اولاده. دي مجزره. طيب حضرتك دي مجزره. ايوه اللي حصل في الفيوم وحصل قبلها في حي الاهرام وحصل وده بالمناسبه حصلت في اكتر المكان، وفي الفيوم مرتين. مش 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 دي الجريمه دي مثلا مش غريبه من نوع على الفيوم. أيوة. اعتقد مرتين او 3 أو 4 من خلال بحث انا عملته من حوالي في نفس اليوم تقريبا، ونشرته على صفحتي على الفيسبوك برضو، انه الموضوع ده اتكرر اكتر من مره في الفيوم نفسها. واخرها برضو انا رحت غطيت حاجه زي كده في الشروق في حوالي 2.5 أو 3 سنين، جريمه برضه بشعه جدا، وكان بس ده كانت تختلف بقى، كان بيشكك في نسب اولاده. فهنا دي دافع مادي، وهنا الثاني برضه دافع اخلاقي او دافع يعني تشكيك في نسب او شيء من هذا القبيل يعني. مشكور. ماشي نشكرك يا فندم. شكرك يا علي بيه. شكرا يا فندم. العفو حبيبي يا استاذ ايمن، شكرا كتر خيرك. انا شفت بقى بيقول ايه، هو بيرصد، ده صحفي بيرصد، بيقول لك في اسباب متعدده زي الشك في النسب، الضائقه الماليه، وانا بقول ان الاسباب دي بتؤدي للقتل. لا طبعا الاسباب دي ما كانت هتؤدي الى القتل لو كان الناس عندها صحه ايمانيه. لو عرف ان الرزق في ايد ربنا وان ربنا ممكن يغير الحال من حال الى حال في لحظه، وفي وان ربنا بيقول يعني بيقول للشيء كن فيكون، ما كانش قتل اولاده. الراجل دوت قتل اولاده 6 ومراته على السحور في رمضان علشان بيمر بضائقه ماليه بمبلغ 750,000 جنيه، قتل مراته وقتل اولاده، واولاده كانوا بيستنجدوا بيقولوا حرام يا بابا بتعمل كده ليه يا بابا، ما فيش اي رحمه، بل كمان حاول كمان يعمل يضيف جريمه اخرى وان هو الانتحار. هو اللي ينتحر ولا كان هيقوم بحرق البيت؟ هو كان عايز الانتحار، احنا مش هنخش في تفاصيل. قتلهم كلهم. هيفيد بايه بقى؟ يحرقهم يذبحهم؟ ما خلاص بعد القتل خلاص. ايوه وكمان عايز ينتحر. شايفين مجموعه كبيره من الجرائم الدينيه برضه. الدينيه القتل ده مش جريمه بس هنحاسب عليها في الدنيا، في الاخره. في الاخره وكمان بينتحر، كل ده عشان ما فيش صحه انسانيه. طب يعني ايمانيه قصدي. تمام كده، بس عشان انا عايزه يعني الم بجميع الاسئله لان وقت البرنامج جرى بسرعه. قبل ما اختم البرنامج عايزه اسال سؤال صغير. اتفضلي يا فندم. هل ممكن ان الاب او الاخ لو قتل من جانب الشرف ده بيسمح له القانون؟
احنا بنقول الزوج ده حقه، هل الاب او الاخ حقه؟ والله انا ارفض الاجابه على هذا السؤال، وانا مش هرد على السؤال ده، انا عايزكم انتوا اللي تجاوبوا. طبعا في موروث شعبي وموروث يعني حقير جدا، تمام، ان اسهل حاجه عندنا الاكل، الاكل بالنسبه لجرائم الشرف. اه ماشي، ما نعرفش الدين قال ايه، وما اعرفش ان القتل والقصاص بيد الحاكم ولا يجوز لا قانونا ولا شرعا ولا بالاصول ولا بالعادات ان اي الاب او الاخ او الابن انه يقتل بدافع الشرف، هي للزوج فقط حين يفاجئ زوجته. اشكرك جدا على المعلومات الجميله وعلى المناقشه الجميله، والوقت البرنامج طبعا عدى كالعاده لما مع حضرتك، واشكركم اعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، ونشكر سيادة المستشار أيمن على المعلومات الجميلة، وأيده للمرأة في هذه المرة، وأقول لكم أنا ده المرأة كل مرة طب أقول لكم تصبحوا على خير. شكرا.